حسن محمد الى داخل منطقة الجزاء، خروج توفيق علي، هدف لبناني، هدف لبناني عن طريق اللاعب فايز شمساني. فايز شمساني يستغل خروج غير موفق من توفيق علي ويركن كرة بالرأس في شباك مرمى المنتخب الفدائي. 1-0 في هذه اللحظات. هنا الإعادة والخروج توفيق علي أمام 4 مدافعين ولم يكن التقدير سليم، وهدف لبناني أول في المباراة برأسية اللاعب فايز شمساني اللي أخذ مكان اللاعب هلال الحلوة قبل حوالي 5. يلعب كرة في اليسار منتخب فلسطين، تامر الصيام وفي فرصة، صافرة 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 صافرة. الجماهير، شوف الجماهير، استمع للجماهير، فرحت فرحت معاك وابتسمت معاك يا صالح، صلحت الوضع يا صالح، صلحت الوضع يا صالح، وأدخلت السعادة والسرور على محيي هذه الجماهير في الملعب والآلاف من خلف الشاشات. هنا الدفعة الأخيرة وصافرة حكم المباراة تعطينا بنالتي حاليا، عرضية تامر الصيام لعبها من زمان يا تامر، وسقوط محمد صالح. خلينا معاك يا عبد اللطيف، عبد اللطيف فيها جول، فيها جول، عبد اللطيف المهجري يسجل والحكم يقول عيدها، عيدها لأنها طالت، لأنها قصة غريبة وفريدة سيعيدها عبد اللطيف البهدري، هدف التعديل للمنتخب الفلسطيني. لكن نعم سيعيدها عبد اللطيف البهدري، البنالتي الأغرب واللقطة الأغرب في هذه المباراة. عبد اللطيف يعيد ركلة الجزاء حاليا، هل يغير الزاوية؟ هل يغير المنطقة؟ شوية تحير، ما تحيرناش. عبد اللطيف، جول 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 جول، فرحت الجماهير، زغرتت الجماهير في المدرجات، وفرحت معاكم الأراضي والبلاد والأرجاء والمخيمات. فلسطين تسجل هدف التعديل حاليا بقدم عبد اللطيف البهدري. منتخبنا الفدائي غير الزاوية وغير الطريقة وغير كل شيء، وانت واثق.